تحياتي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من راست خبري اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيرفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. حلقه اليوم من راست خبري حنجمع فيها ثلاث اخبار مهمه سيطرت على اجواء ريال مدريد: مستقبل اوديغارد، عوده رونالدو، وتعيين محتمل لشخص اسمه لويس كامبوس. خلونا نبلش بقضيه الفتى النرويجي اوديغارد اللي بيعيش فتره رائعه مع ارسنال، وهناك مطالب جماهيرية في لندن ومطالب من أساطير المدفعجية بضرورة بقاء أوديغارد معهم. الصحافة الإسبانية ردت على هاي الموجي بقولها إنه ريال مدريد هادئ وواثق إنه بيقدر يرجع لعبه في نهاية الموسم، لكن صحافة إنجلترا عم بتراهن وبتقول ريال مدريد لن يستطيع ضمان لعب أوديغارد دقائق كثيرة معهم الموسم المقبل، وهذا سيجعله يطلب البقاء في أرسنال. واللي زاد من ضجة احتمال رفض أوديغارد يرجع تصريحه الجديد: لأكون صريح، أنا سعيد جدا في أرسنال وأنا أشاهد الدوري الإنجليزي منذ الطفولة. كلمات اعتبرها كثير تلميح واضح بأنه يتمنى البقاء في أرسنال، وأنه الفتى الذهبي اللي راهن عليه مدريد سنين ربما لن يعود إلا لو ضمن السعادة، وسعادته كما نعلم بلعبه أساسي. فهل يستطيع زيدان وريال مدريد تأمين هذا له؟ خلونا نشوف. خلونا نروح على القضية الثانية، كريستيانو رونالدو والعنوان الشهير في صحيفة ماركا: رونالدو ينتظر اتصال من ريال مدريد. اللي ردت عليه لجازيتا الإيطالية بقولها: في مدريد يعتقدون أنهم متحكمون وأصحاب القرار بمسألة عودة رونالدو، لكن في الحقيقة إن القرار بيد يوفنتوس. وخلوني ألخص لكم الأخبار اللي بقرأها قاعد كل يوم كالآتي: كريستيانو أكيد مش سعيد في يوفنتوس حاليا، ولكن اليوفي يريد بقاء الدون معه، وفي نفس الوقت هذا اليوفي بده يطور فريقه لمستوى طموح عالي مش عشان رونالدو بس، عشان المشروع نفسه، وهذا اللي بيطلبه رونالدو. ومع احتمال رحيل ديبالا في الصيف وتوفير سيولة مالية لتعزيز بعض مراكز الضعف في الفريق، بقدر أقول إنه كريستيانو طلباته الفنية ستلبى. لكن يبقى السؤال الأهم: هل رونالدو مرتاح يظل في إيطاليا موسم آخر كدوري إيطالي وبطولات إيطالية؟ هذا القرار. لكن حتى في حال قرر الرحيل، فالقول إنه ريال مدريد هو الاحتمال الوحيد إله غير منطقي، لأنه هناك فعلا أندية كثيرة في أوروبا حتحب تأخذ الأسطورة البرتغالية ولو كان عمره 36 سنة. خلونا نروح على الخبر الثالث اللي مسيطر على الأجواء الملكية هاي الأيام، والحديث عن احتمال عودة البرتغالي لويس كامبوس لريال مدريد، وهو عمل معهم قبل ذلك كشاف لمدة موسمين تقريبا ما بين 2012 و2013. بس عودة كامبوس هاي المرة حتكون في منصب مختلف. أول شيء طلعت الإشاعات إنه حيكون مدير رياضي، لكن تم نفي الخبر، وبات الخبر الأقوى إنه حيكون ضمن فريق إدارة رياضية بمنصب غير واضح المعالم حتى اللحظة. ولو فكرنا بسبب هاي الخطوة، حنلقى كامبوس عمل على مشروع في موناكو لأربع سنوات قائم على مواهب شابة، وكرر المشروع بنجاح في ليل، وحتى مع موناكو كان نجاحه رهيب أيضا. وهي فكرة بحاول ريال مدريد تطبيقها، يعني شباب بيتطوروا يصيروا نجوم بالفريق الأول. لكن النادي الملكي ما قدر كثير ياخذ خطوات مثالية في هذا الموضوع، وبالتالي يبدو أنه فرونتينو بيريز قرر الاستعانة بشخص يملك خبرة مباشرة بهذه المشاريع. يعني بقدر أوصفها بخطوة إدارية مهمة، جلب نوع من المعرفة الغير موجود في الملكي. هذه مجمل أخبار ريال مدريد، بانتظار تعليقاتكم ودعمكم للفيديو بالاشتراك وترك اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.